اهلا بحضراتكم مره ثانيه. للاسف هنروح معاكم لموضوع يعني شاغل الناس كلها على السوشيال ميديا، وهو موضوع يعني اكيد مسبب لنا خلينا نقول غضب، غضب على زعل على شاب في مقتبل عمره. هتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن هذا الموضوع، واحنا بنتكلم عن مخاطر تحديات تيك توك واللي ممكن يحصل في ارواح ولادنا وبناتنا. من كام شهر كان في تحدي اسمه كتم الانفاس لو تفتكروا، وبالفعل كان هيتسبب في موت اكتر من تلميذ جربوا الموضوع، وشفنا الفيديوهات دي بنفسنا وشفنا قد ايه كانت مرعبه. لكن المره دي مش هنقول بقى كان هيسبب، المره دي هو بالفعل سبب وبالفعل انهى مستقبل بطل رياضي. كلنا متابعين قصه الطالب احمد خالد بطل مصر والعرب في الجودو للناشئين، واللي خط تحدي مع اصحابه اسمه تحدي القفز. هنعرض مع حضراتكم دلوقتي الفيديو. الفيديو زي ما احنا شايفين كده احمد للاسف كان هيفقد حياته، مش بس انه يتعرض لاصابه خطيره تنهي مستقبله الرياضي بعد اصابته بالشلل، وعمره 15 سنه بس بعد ما كان بطل رياضي. خلينا الاول نطمن على حاله احمد من دكتور بيشوي نبيل اخصائي جراحه المفاصل والعمود الفقري. بنصبح على حضرتك يا فندم، ويعني خلينا في البدايه نطمن على حاله احمد. اهلا بحضرتك. هو بالنسبه لاحمد حالته حاليا مستقره، ما فيش جديد فيها يعني. طيب يعني لو حضرتك توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين يا دكتور، ايه اللي حصل؟ هذه القفزه ايه اللي حصل فيها فادى لهذه الحاله؟ لو حضرتك تشرح لنا بشكل مفصل اكتر. هو موضوع ممكن نبدا نشرحه من اول ما كنا في قسم الطوارئ. فدخل الطفل كده على ترولي اسعاف، واحنا عاده لما بيبقى فيه ترولي اسعاف داخل بحاله فيها اصابه بيبقى عاده ده نتيجه حادث مروري، سقوط من ارتفاع، يعني في حاجه يعني مصيبه كبيره حاصله يعني. فاحنا عاده بناخد تاريخ مرضي سريع كده بعد الاسعافات الاوليه. فالطفل كان يعني رقبته وجعاه، او الولد يعني كانت رقبته وجعاه، وبعدين بيشتكي ان هو برده ما هوش حاسس برجليه ولا قادر يحرك رجليه، وفي ضعف شديد كمان في عضلات ايديه، يعني الاثنين رجليه وايديه. احنا يعني عملنا الاشعاعات على طول طبعا، وخدنا تاريخ المرضي، ايه اللي حصل لك يعني؟ حتى دي كانت فين؟ لا دي ولا حادثه ولا حاجه، كان بيلعب بس مع اصحابه، والفيديو كان مع الاهل ووروه لنا، فلقينا الفيديو اللي حضراتكم شفتوه. فطبعا دي حاجه كارثيه يعني طبعاً. مش متوقعه. عملنا له طبعا الاشعه، طلع ان هو يعني بيعاني من كسر في الفقره العنقيه الخامسه، ودي عامله ضغط او مأثره على القناه العصبيه، وهي دي اللي مأثره على اعصاب الطرفين السفليين والطرفين العلويين. طبعا هو الاصابه حاصله نتيجه ان هو وقع غلط على رقبته. صحيح، احنا شفنا في الفيديو فعلا. هي الفكره هو يعني هو تحدي المفروض ان هم بيعملوا، معرفش ايه الهدف منه، هو ملوش هدف اكيد، لكن هو المفروض ان هو بيتشقلب في الهواء وينزل على رجليه، لكن هو ما حصلش كده معاه. طيب ايه الاجراءات الطبيه اللي هتتخذ بعد كده يا دكتور، او ايه اللي احنا منتظرينه بعد كده لحاله احمد؟ يعني كالتفاصيل الطبيه كتير انا مش هقدر يعني اشرحها، احنا حاليا لسه ما نقدرش نحدد هو فيما بعد الموضوع هيمشي ازاي. هو حاليا يعني تم اجراء جراحه ليه وحالته مستقره، لكن لسه منتظرين التحسن يعني اللي باذن ربنا هيحصل. لكن احنا ما نقدرش نحدد في الفتره الاولانيه دي، واحنا يعني متابعينه بس مش اكتر. احمد فايق يا دكتور؟ يعني فايق وبيتفاعل؟ فايق وبيتفاعل. طيب حالته النفسيه وحاله اسرته؟ هم اسرته في حاله صدمه، لان هي حاجه يعني بالنسبه لهم كان يعني شديده شويه، هم مش متوقعينها وما كانوش مستوعبين الكلام اللي احنا بنقوله، لان احنا يعني هو جه في حاله يعني شلل في رجليه وضعف شديد في ايديه، واحتمال كمان الكلام ده يكمل معاه واحتمال يتحسن، النسب يعني ما هياش احسن حاجه، يعني املنا في ربنا كبيره اكيد، مش افضل حاجه
يعني ربنا يشفيه يا رب، ونتمنى له طبعا الشفاء العاجل، ويعني نتمنى ان شاء الله يعني انه بجد المشاهد دي تنتهي، لانه احنا نتمنى الموضوع ده. اصل احنا بنشوف الاصابات دي، احنا بنشوفها كتير بس في اطار حوادث كبيره، لكن لما بدانا واحمد مش اول حاله نشوفها، لما يبقى في اصابات زي كده بسبب وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا، فدي حاجه احنا كان لازم ننشرها، او كان لازم نوعي الناس ان في مصيبه بتحصل. طبعا ما ينفعش نعدي الموضوع او ان هي اصابه وخلاص، لا، الموضوع بدا يتكرر بره مصر كتير قوي، جوه مصر بدا يحصل واحنا شفناه، يمكن ما عملناش دوكيومنتيشن او يعني ما قلناش على الحالات اللي قبل كده، لكن جه الوقت ان احنا لا نوري الناس ايه المصايب اللي بتحصل بجد، وان هي مش مجرد السوشيال ميديا ممكن تاثر على الاطفال او الاولاد دول نفسيا او عصبيا او في حياتهم عاده، لا، دي بقت بتودي بحياتهم وممكن تعيشهم يعني بإعاقة مدى الحياة. طبعا خليني برضو أأكد على نقطة يا دكتور بيشوي، حضرتك قلت إنه في نسبة إنه أحمد ممكن يتحسن، مظبوط؟ هو دايما في أمل، الطب ما فيهوش حاجة 100% أبسوليوت يعني. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور بيشوي نبيل، أخصائي جراحة المفاصل والعمود الفقري بمستشفى المنيرة العام والطبيب المعالج لحالة أحمد.